نشرت بوسي شلبي الصورة ديت اليوم الأربع 28 أكتوبر 2020، وفيها أمير شاهين، والمفاجأة إن رابط إيده كأنها اتكسرت. طبعا في إصابة بس محدش كشف إيه هي الإصابة بالظبط، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. وهنا الصورة ديت مع عروسته، مع إلهام شاهين أخته وبوسي شلبي. هنشوف بقى لقطات من فرحهم ومين كانت خطيبته السابقة الفنانة الشهيرة. تم زفاف أمير شاهين شقيق إلهام شاهين على عروسه منة جبالة المونتيرا، ده كان 2/10/2020. ليلى علوي تعلقت برضو مع إلهام شاهين، و أدينا ليلى علوي وإلهام شاهين. ألف مبروك. وأدي يسرى متألقة أيضا مع ليلى علوي، وأدي ليلى علوي. أيضا محمد منير هنشوف صورته بعد شوية. وأدينا هالة صدقي وإلهام شاهين وليلى علوي، 20 يعني كأنها 23. وأدينا هاني شاكر ومراته ولبلبة، وأدي يسرا وإلهام شاهين، وأدي الكينج محمد منير وهالة صدقي وبوسي شلبي. بوسي شلبي. وهنشوف برضو لقطات من الخطوبة، وبعد كده مين الفنانة اللي زعل عليها أوي وكان بيحبها أمير شاهين وكان ناوي. كانت 10/9/2020، ودي صور من الخطوبة، هنا شيحة موجودة وبوسي شلبي، ودي هنا مع سلوى خطاب. بوسي شلبي نشرت الصور الجميلة ديت وكتبت على إلهام شاهين فرحة عمرها. يصادف اليوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس 40، والتي رحلت في الخامس من شهر أغسطس عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان. دي ميرنا المهندس الله يرحمها. وجمعت قصة حب طويلة المدى بين ميرنا المهندس والفنان أمير شاهين الذي اعترف في أحد البرامج التلفزيونية على السي بي سي أن ميرنا هي حب حياته، وبعد رحيله لم يستطع أن يحب أحدا، وأن وفاتها كانت أكبر صدمة في حياته. ده الفنان أمير شاهين شقيق إلهام شاهين. وأكد شاهين أنه كان يخطط هو ومرنا للخطوبة قبل وفاته، ولكن القدر وقف أمام رغبتهما ورحلت في عمر 37 بعد السرطان الذي صلى يرافقها منذ بلوغها 13 من عمرها، من وهي عندها 13 سنة جالها مرض السرطان. أمير شاهين هو ممثل مصري وهو شقيق إلهام شاهين، شارك كطفل في العديد من الأعمال منها السجينتان آه يا بلد آه، لتستمر مسيرته الفنية بعد أن صار شاب بالمشاركة في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، والتي من أبرزها شباب على الهوى، امرأة في ورطة، مسك الليل. وهنشوف دلوقتي، ودي صور من أفلامه، وهنشوف دلوقتي اللي طلع من المقابر لميرنا المهندس. عرفها الجمهور فتاة رقيقة، ملامحها تفيض براءة وجمال، تشعر بالراحة في وجهها والشقاوة في عينيها، أبت أن تتاجر بمرضها، الجميع يعلم أنها مريضة بمرض لا يرحم، براءة شباب، ويتحدث الجميع عن اعتزالها وارتدائها الحجاب ثم عودتها مرة أخرى بعد خلعه، ويطلقون الأحكام، لكن لا أحد يعلم دوافعها أو شعورها وسر تخبطها. تشعر أنها تخبئ داخلها عالما حزينا
واختارت دائما أن تبعد بأوجاعها وأحزانها عن جمهورها الذي لم تترك له سوى صورة فتاة رقيقة مشرقة محبة للحياة. في اختبار حياة جديد لميرنا المهندس، الأربعاء تعرضت لأزمة صحية بعد إصابتها باضطرابات حادة في معدتها ونقص في صفائح الدم البيضاء. نقلت على إسره للعناية المركزة، وكعادتها قررت أن تحدث جمهورها من داخل المستشفى التي ترقد بها، تطمئنه بكلمات رقيقة وتطلب منه الدعاء قائلة: اطمئن جمهوري، صحتي في تحسن، أطالبكم بالدعاء حتى أتخطى هذه الأزمة. أريد العودة للفن بعد شفائي، لكن لن أرتدي الحجاب أو النقاب كما فعلت سابقا. كان يبلغ عمر مرنا عبد الفتاح محمد رجب 37 عاما، حيث أنها من مواليد 1 أكتوبر 1978 لعائلة لا تعمل بمجال الفن. اختار لها المنتج والمؤلف والمخرج حسين حلمي المهندس، الذي أخرج أول أعمالها اسم الشهرة مرنا المهندس. ظهرت للمرة الأولى على شاشات التلفزيون كموديل للإعلانات التجارية وهي لا تزال في العاشرة من عمرها، حتى تعرفت على أحد مخرجي برامج الأطفال أثناء مشاركتها في بطولات رياضية، رياضة الباتيناج، الذي شجعها على دخول مجال التمثيل. وتقول في حوار لها لصحيفة الأنباء الكويتية عام 2014: دخلت عالم الإعلانات منذ أن كنت طفلة وعمري 10 سنوات، أصبحت نجمة في هذا المجال سريعا جدا. بعدها تم اختياري لدور في أول مسلسل قمت بالتمثيل به، فوضعني على قائمة أشهر الممثلات من بنات جيلي، وبذلك دخلت من أوسع أبواب النجومية الفنية. تلقت تعليما أجنبيا ودرست في مدارس للغات، وقالت في حوار لها لموقع إسلام ويب في عام 2002: في إحدى مدارس اللغات تلقيت تعليمي، كنت في مدرسة ثانوي كوليدج، درست الباليه لمدة 6 أعوام والتحقت بمعهد وظللت به 4 أعوام، وبعد ذلك تخرجت من معهد الموسيقى. إيمان المهندس تخصص غناء أوبرالي، وقررت أن ألتحق بكلية ما ليكون معي شهادة تساعدني على أن أتوظف كي لا أعتمد اعتمادا كليا على التمثيل. عاشت طفولة سعيدة، وقالت لإسلام ويب: لعبت كثيرا، كنت أذهب إلى النادي وألعب الباتيناج وأنزل حمام السباحة وأعيش طفولتي بطريقة طبيعية. بصورة تانية المرن المهندس مرت بأزمة صحية بعد إصابتها بسرطان القولون، مما استدعى سفرها للخارج وإجرائها عدة عمليات جراحية لاستئصال الجزء المصاب على عدة مرات، لكنها تعرضت للمعاناة حتى تم استئصال القولون كاملا واستبداله بأمعاء صناعية في لندن وفقا للعربية. تحدثت ميرنا عن مرضها قائلة: وفقا للاتحاد، هو من أخطر الأمراض التي تؤثر على نفسية الإنسان، هو مرض يأكل ويحرق في المعدة والمريض ينزف كتلا من الدم، يؤثر على الجسم في حركته ولا يعرف المريض أن يأكل أو يشرب. وتضيف: بعدها تم استئصال القولون واضطررت أن أعيش والمصران خارج بطني، ثم سافرت إلى لندن لإجراء عملية إدخال المصران داخل البطن، والآن أعيش على المسكنات والأدوية، وطلب مني الأطباء في لندن السفر كل 5 شهور لإجراء الفحوصات اللازمة وتتبع حالتي بانتظام. عانت كتير ومحدش كان حاسس بيها. ظروف وفاتها ومعاناتها مع المرض وابتعادها عن السينما فترات طويلة جعل ذكرى وفاتها أليمة بالنسبة للكثيرين، بجانب رقتها وملامحها البريئة وبراعة أدائها الفني التي جعلت لها مكانة بين صفوف الفنانات الشابات، حتى لقبت مرنا المهندس بفراشة السينما المصرية. كانت جميلة فعلا. وبدأت ميرنا والتي يوافق ذكرى وفاتها عن 37 عاما اليوم، توفيت 5 أغسطس 2015، بدأت بدخول العمل الفني في الإعلانات منذ أن كانت بسن صغيرة، وبعدها شاركت بالأدوار الصغيرة لكنها توقفت عن العمل الفني بعد إصابتها
بمرض سرطان القولون، ولكنها بعد شفائها منه قررت العودة للعمل الفني وشاركت بدور البطولة في فيلم الأكاديمية، ثم توالت أعمالها المميزة حتى توفيت عام 2015 عقب إجراء عملية جراحية بالمركز الطبي العالمي. ولم تكن تعلم ميرنا أنه لن يمر عام على روايتها موقفا مرعبا في حياتها بجوار المقابر لتدفن هي فيها. قالت هي بعد انتهاء تصويري وأثناء عودتي من مدينة الإنتاج توقفت سيارتي عند المدافن والمكان ما فيهوش نور والعربية عطلت بيا. نزلت من العربية معرفتش فيها ايه، لقيت الأرض بتتشق وطلع منها شخص وطلعت العربية وقفلت الإزاز وطلع حد اداني إزازة مية وقال لي خدي دي يا بنتي دي هتوصلك للنور. فتحت زجاج السيارة أخدها وبصيت عليه لقيته اختفى ومشيت العربية اللي جات لحد ما كان فيه نور وقفت تاني. بحسب تصريحاتها لبرنامج محدش بياكلها بالساهل على شاشة المحور. وعبرت ميرنا عن سعادتها بالتعرض لهذا الموقف المرعب على حد وصفها، حسيت بالأمان إن ممكن أعمل مغامرة أو أتعرض لأي موقف وربنا يحميني سبحان الله. ودي في البرنامج وهي بتحكي الموقف المرعب اللي حصل لها جنب المدافع اللي اتدفنت فيها برضه. كما صرحت المهندس للاتحاد أن الفنانة إلهام شاهين كانت من أكثر الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها في رحلة مرضها، وتقول عندما عدت من لندن كان أول شخصية رأيتها بعد والدتي هي إلهام شاهين، فقد كانت تنتظرني في منزلها سهرانة ومنتظراني ورغم مشاغلها كأنها فعلا أما حقيقية تنتظر ابنتها تعود من السفر للاطمئنان عليها وهي مدركة تماما أنها ستراه. وأما تمثله لها تجربة مرضها قالت تجربة صعبة جدا جدا حيث رأيت الموت بعيني وكنت قريبة جدا للقاء ربي والحمد لله كتب لي عمر جديد وهي أصعب تجربة قاسية خرجت منها. ابتعدت ميرنا عن الساحة الفنية وأعلنت اعتزالها في عام 2002 واتجهت لحفظ القرآن وارتداء الحجاب، لكنها عادت مرة أخرى للعمل بالفن عقب استقرار حالتها الصحية وخلايا الحجاب. وعند سؤالها عن سبب خلايا الحجاب قالت المهندس لدنيا الوطن ليست لي علاقة بمن تحجبنا أو بمن تراجعنا عن ارتداء الحجاب، وعن نفسي أرفض الحديث عن هذا الموضوع وأرى أن هذه المسألة بيني وبين الخالق سبحانه وتعالى ولا يحق لبشر التدخل فيها، خاصة أن الإيمان ما وقر في القلب والأعمال بالنيات. وأضافت لكن ما أضيفه هنا أنني حتى بعد أن خلعت الحجاب لم أتنازل عن حيائي والتزامي أو حتى ارتديت ما يتنافى مع طبيعة مجتمعنا، ولم يتصادف مثلا أن شاهدني أحد وأن أرتدي المايو أو الملابس الخليعة وأسير بها وسط الناس، ولم أقدم أدوار الإغراء المبتذلة التي تتعارض مع عاداتنا الشرقية. كما قالت المهندس لأنباء أن من الممكن أن ترتدي الحجاب مرة أخرى، لكن ممكن جدا لكن المرة السابقة كانت سريعة لذلك أفضل أن تأتي هذه الخطوة تدريجيا وبتفكير عميق وربما أقدم عليها لكن تدريجيا، وأهم شيء هو مواظبتي على الصلاة موضحة أنها لا تستطيع أن تحدد موعدا للحجاب فربما بعد عام أو عامين وربما لا يأتي أبدا، لكني أشعر بأني راضية عن علاقتي بربي وعن رأيها حول رؤية البعض أن ملابسها متحررة بعض الشيء. قالت المهندس أرفض هذا الرأي وأعتقد أن ملابسي عادية جدا وتناسب أي بنت في سني وهي بالطبع لا تقارن بملابس بعض. دي صورها